اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن النهارده عن محاضره دايابيتس اند كارديو فاسكولار ريسك. موضوع بايخ شويه بس هنحاول نختصر بقدر الامكان. اول حاجه دايابيتس اكوردنج لل WHO definition it's a metabolic disorder with heterogeneous etiologies which is characterized by chronic hyperglycemia with disturbances of carbohydrate, fat and protein metabolism resulting from defects in insulin secretion, insulin action or both. الكريتيريا بتاعه الدايجنوست بتاعه الدايابيتس سريعا كده: fasting blood glucose اكتر من 126, 2 hour postprandial اكتر من 200, hemoglobin A1C اكتر من 6.5. ده دخل ككريتيريوم في الدايجنوست لوحده, او in a patient with classic symptoms او hyperglycemia وعندنا random blood glucose اكتر من 200. شوية فاكس كده بسيطة من WHO 2016. الديابيتس ده يمثل مورتاليتي بتاعتنا, اولا الانسيدنس بتاعه وصل حوالي 422 مليون مريض على مستوى العالم. الحاجة التانية is leading one of the leading causes of death and morbidity. The women with gestational diabetes and their children are at increased risk of type 2 diabetes in the future. ومع كده الجديد ان type 2 diabetes is a potentially preventable through healthy diet and moderate intensity exercise. والحاجة التانية, people with diabetes can live longer and healthier lives when their diabetes is early detected and well managed by a series of cost-effective interventions. ده Kaplan-Meier survival curve for all-cause mortality. بنلاقي هنا survivor is best ناس non-diabetic patients, يبتدي يقل مع pre-diabetics, then newly diagnosed diabetics, and then known long-standing diabetics. عايز ادور في انهي parameter is a best predictor of cardiovascular mortality. هل fasting post fasting plasma glucose ولا 2 hours plasma glucose ولا الهيموجلوبين A1C؟ لقوا ان اكتر واحد predictor all cause and cardiovascular mortality اللي هو 2 hour plasma glucose. طب ايه علاقه الدايابيتس والكارديوفاسكولار ديزيز؟ لقوا في hypothesis اسمها the common soil hypothesis ان الاثنين بيؤدوا الى بعض. الانسولين ريزيستنس از ذا بريدكتور اوف بوث اوكيرنس للدايابيتس اند كورونري ارت ديزيز ثرو هايبرتنشن, ديسليبيديميا, هايبرجلايسيميا, هايبر انسولينيميا, انفلاميشن, امبيرد فايبرينولايسيس, اندوثيليال ديسفانكشن اند جينيتك بريديسبوزيشن. باختصار كده ايه المولوكيولار بيزز بتاع اوكيرنس اوف كارديوفاسكولار ديزيز في البيشنت دايابيتك بيشنت؟ يعني باختصار اهم حاجه عندنا ان بيأثر على الاندوثيليال هوميوستاسيس by altering the balance between nitrous oxide bioavailability and the accumulation of reactive oxygen species, وبالتالي يؤدي الى vascular disease phenotypes مسؤوله عن الفاسكولار كومبليكيشن بتاعه الدايابيتس. ولقوا ان chronic hyperglycemia is an independent predictor للمايكرو والمايكروفاسكولار diabetic complications. ومع كده كمان لقينا ان الكونديشن اوفن كلاسترز ويز كونكوميتنت كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز زي الهايبرتنشن والديسليبيديميا, وده بيامبليفاي الفاسكولار دامج, وده مانيفيستنج في حاجه اسمها جلايسيميك كونتينيوم. كل ما البيشنت جوز من بري دايابيتكس الى دايابيتس فين جوز انتو كارديوفاسكولار ريسك فاكتور. الكومبليكيشن بتاعه الدايابيتس باختصار كده بيؤدي الى كورونري ارت ديزيز, dilated cardiomyopathy, atrial fibrillation, atherosclerosis, lacunar hemodynamic strokes, and cardioembolic strokes. وده cardiovascular continuum من أول ما البيشنت يبقى في pre-diabetic stage بيديفلوب atherosclerosis, وبتظهر بعد كده عندي diabetic cardiovascular complications. الماكروفاسكولار complication لقينا إنها بتحصل قبل الانست بتاع الدايابيتس, من اول ما حط امبيرد جلوكوز تولرانس ماكروفاسكولار كومبليكيشن تبتدي تظهر. بعد الانست بتاع الدايابيتس يبتدي تظهر المايكروفاسكولار كومبليكيشنز. ده باختصار ده في الجايد لاينز بتاع اليوبين جايد لاينز 2013 بتاعت الدايابيتس ازاي الهايبر جلايسيميا يؤدي الى كل الدايابيتك كومبليكيشنز. هايبر جلايسيميا من خلال انكريز رياكتيف اوكسجين سبيشيز بيؤدي الى دايابيتك كارديوميوباثي.
بيأدي حاجه عن طريق ادفانس جلايكيشن اند برودكتس والريسبتورز بتاعتهم، بيؤدي الى هايبرتنشن من نفس الكلام برضو عن طريق الديسبالانس ما بين النيتروس اوكسايد والاكتيف اوكسجين سبيشيز والادفانس جلايكيشن اند برودكتس، يؤدي الى اندوثيليال ديسفانكشن ذن اثيروثرومبوتيك ريسك، بيزود الريسك بتاع الثرومبوزز عن طريق امبالانس ما بين البلازمينوجين اكتيفيتور بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور والتيشو بلازمينوجين اكتيفيتور فاكتور 7 و12 فايبرينوجين بلاتلت ري اكتيفيتي ماكروفاج ديسفانكشن، وعن طريق انكريز فري فاتي اسيدز يؤدي الى الدايابيتيك ديسليبيديميا انكريز تريجليسرايدز لو اتش دي ال انكريز سمول دنس ال دي ال. سؤال، هل الدايابيتس ده يعتبر كورونري ارت ديزيز ريسك ايكويفالنت؟ الاجابه ات ديبندز. اول الدايجنوزز وشورت اونست للدايابيتس الكورونري ارت ديزيز ريسك از نوت ذات هاي، فالدايابيتس از نوت ا كارديوفاسكولار ريسك ايكويفالنت ستيت. يعني لو عندي شاب عنده 30 سنه وبدا يظهر عنده دايابيتس ريس دايجنوز بقاله سنتين، ده از نوت ا كورونري ارت ديزيز ايكويفالنت ستيت. بعد ديكيد او لو ظهر عندي بروتينوريا او لو استيميتد جي اف ار يبتدي يابروتش الريسك بتاع كورونري ارت ديزيز. العيانين اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز ات هاير ريسك ذان اذر بيشنت نون دايابيتيك بيشنت وذ كورونري ارتري ديزيز. مفيش اي حاجه خالص. ات ايرلي ستيج ايرلي دايجنوزز از نوت ا كورونري ارت ديزيز ريسك ايكويفالنت. بعد كده ظهر لنا لان في الجايد لاينز المصطلح او الاكسبريشن بتاع اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. اي مريض عنده اكيوت كورونري سيندروم هيستوري اوف ام اي ستيبل ان ستيبل انجينا كورونري او ارتيريال ريفاسكولاريزيشن ستروك وتي اي اي اوف او بريفيرال ارتيريال ديزيز، ده بيعتبر اوف اثيروسكلروتيك اوجين، ده يدخل تحت مصطلح الاثيروسكلروتيك كورونري كارديوفاسكولار ديزيز اللي ظهر في الامريكان جايد لاينز، وده ليدنج كوز اوف موربيديتي والمورتاليتي في العيانين الدايابيتكس واللارجر كونتريبيوتر للكوست بتاع علاج الدايابيتس. وده يعني يتدخل مع ريسك فاكتورز كو اكزيستنج مع التايب 2 دايابيتس، ده اللي بيؤدي لي الى ان انا لازم اهتم بالسكريننج بتاع الكارديوفاسكولار ريسك فاكتورز. ندخل على المانجمنت بتاعه الدايابيتس سريعا كده. اهم حاجه في المانجمنت بتاع الدايابيتس ده الاكسبريشن ده مالتي فاكتوريال او كومبريهنسيف مانجمنت ابروتش. ما بعالجش الدايابيتس بير سي، بعالج الدايابيتس الديسجلايسيميا والاذر ريسك فاكتورز من خلال لازم البرنسبل بتاع المالتي فاكتوريال مانجمنت اوف بيبل ويز دايابيتس يعتمد على اللايف ستايل موديفيكيشن، جلايسيميك كنترول، بلاد بريشر كنترول، انتي بليتليت ثيرابي اند ليبيد كنترول. التارجتس بتاعتي ايه؟ بالنسبه للبلاد بريشر لازم يبقى اقل من 140 اوفر 85، وان كيس اوف نيفروباثي او لوور ريسك بيشنتس ستول بلاد بريشر ليس ذان 130. جلايسيميك كنترول جنرالي اقل من 7. الليبيد بروفايل اوصل اقل فيري هاي ريسك بيشنتس تحت ال 70 والهاي ريسك بيشنت تحت ال 100 ملي جرام بير ديسيليتر. البليتلتس وين تو كونسيدر تو جيف اسبرين سواء بريفنشن برايمري بريفنشن او سكندري بريفنشن هنتكلم عليها. السموكينج سيسيشن، فيزيكال اكتيفيتي مودريت تو فيجرس اكسرسايز مور ذان 150 مينتس بير ويك. از ريجاردز الويت لازم يبقى عندي ويت لوس. الدايتري هابتس ريكومنديشنز بتاعتنا التوتال فات ليس ذان 35%، ساتوريتد ليس ذان 10%، مونو ان ساتوريتد فاتي اسيدز مور ذان 10%، اند دايتري فايبر انتيك شود بي مور ذان 40 جرام بير داي. يبقى اللايف اول حاجه عندي لايف ستايل موديفيكيشن يعتمد على الويت لوس ديكريزد كالوريك انتيك وانكريزد فيزيكال اكتيفيتي. عملوا استدي اسمها لوك اهيد استدي، هل ده بيؤدي لي الى ديكريزد في الموتاليتي؟ لا ولا، ولكن هيقلل لي ولا هيقلل لي حتى الكارديوفاسكولار ايفنتس، ولكن ليه فيفربل افكتس على امبروفينج جلوكوز كنترول والفيتنس وياثر لي على الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ريسك. الحاجه الثانيه سموكينج سيسيشن از ريكومندد. going in شويه in details سريعا كده اكون ال ADA recommendations. بالنسبه للانرجي بالانس احاول يبقى عندي modest weight loss. تعريف الجايد لاينز اقل من 5 اوصل اقل من 5% body weight loss. الحاجه الثانيه بالنسبه للايتنج باترنز الكربوهيدرات
الجا الى كربوهيدرات higher in fiber and lower in glycemic load. Avoid sugar sweetened beverages. Minimize the consumption of sucrose containing foods. بروتين، خلي بالنا هنا بيقول لك بلاش الكربوهيدرات sources high in protein. Should not be used لان هي بتتحول الى بتزود الانسولين ريليز وتؤدي الى الحصول الهايبوغلايسيميا. نيجي للفيزيكال اكتيفيتي ريكومنديشن. لو عندي طفل عنده دايابيتس او عندي بري دايابيتك بيشنت، لازم الجا اللي انا ريكومند ان هم انجيج ان اتليست 60 مينيت بير داي فيزيكال اكتيفيتي. ولكن لو عندي بيشنت دايجنوزد ويز دايابيتس تايب 2 دايابيتس، هيكومند هيمشي حوالي 150 مينيت بير ويك moderate intensity aerobic physical exercise. هل مسموح لي اعمل resistance exercise؟ Yes, it is recommended to perform resistance exercises around twice per week. حاجة تانية كمان بالنسبة للobesity management في type 2 diabetes، لقينا ان في strong consistent evidence that obesity management can delay the progression from pre-diabetics into diabetes. الحاجة التانية لقينا لنا ممكن ألجأ كمان لبارياتريك سيرجري may be considered for adults with body mass index أكتر من 35 كيلو جرام بير متر سكوير كبادي ماس إندكس وتايب 2 دايابيتس after failure of lifestyle and pharmacological therapy. رقم 2، بعد lifestyle interventions لا ألجأ إلى glycemic control. في some studies based عليها recommendation بتاعت الجلايسيميك كنترول. اول ستدي اللي هي اليو كي بي دي اس اللي هي يونايتد كينجدم بروسبكتيف دايابيتس ستدي، اللي هي وريتنا الامبورتنس بتاع الانتنسيف جلايسيميك كنترول ويز ريسبكت للكارديو فاسكولار ريسك، ودي عملت فول اب اراوند عدت حوالي 15 سنه خلاص. وكان ريكومنديشن بتعمل الانتنسيف كنترول از ماتش بيتر ذان اللينيان كنترول، ولكن الكات اوف فاليو ما كانش بالنسبه لنا هيموجلوبين اي 1 سي ليس ذان 6 اراوند 6.9، ومن هنا جت الريكومنديشن ان انا بوصل هيموجلوبين اي 1 سي ليس ذان 7. المعلومه الثانيه المهمه بالنسبه لنا انها وصلت ان الميتفورمين لبريفرنشال لوحده اكتر من الانسولين والاذر هايبوغلايسيميكس ان هو بيقلل الكارديو فاسكولار ريسك بروفايل. بعد كده في ثلاثه ستاديز ثانيه قالت ما نعمل ثاني ستاديز اعمل ماتش مور انتنسيف كنترول للبلاد شوجر واوصل هيموجلوبين اي 1 سي ابروتشنج اراوند 6 واقارن ده باللينيان كنترول less than 7. لقوا كان ليه ملوش اي preferential benefit على الكارديوفاسكولار ريسك، وبعض الستاديز بينت ان هو بينكريز الريسك بتاع الكارديوفاسكولار ايفنتس. بعد كده هل في ستاديز جديده اتعملت على النيور انتي دايابيتكس؟ في ستادي اتعملت على دي بي بي 4 والجي ال بي 1 انهيبيتورز، ولقوه مالوش ليه سيفتي ولكن مالهمش اي سوبريوريتي از ريجاردز كارديوفاسكولار ريسك. وان كان بعضهم زي الساكسكليبتين اتعمل عليه ستادي زود الريسك بتاع الهارت فيلير هوسبيتاليزيشن. اخر ستادي اللي هي دلوقتي ظهرت بالنسبه للصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهيبيتور امباكليفلوزولين، ده لقينا فيه بنفيت از ريجاردز كارديوفاسكولار ديس، عمل ريدكشن للاوكيرنس كارديوفاسكولار ديس بحوالي 38% والاول كوز مورتاليتي باي 32% والهارت فيلير هوسبيتاليزيشن. بس لقينا ان هو ملوش اي افكت على النون فيتال ام اي ولا حدوث الاستروك. وارجعوا الكلام ده كله ان ده ليه كارديو رينال هيمودايناميك افكتس، بيعمل صوديوم لوس وجلوكوز لوس فاعمل اوزموتيك دايوريسيس فقلل الانسيدنس بتاع الهارت فيلير، ولكن ملوش اي بنفيت بالنسبه از ريجاردز نون فيتال ام اي ولا الاستروك. ومن هنا جت الريكومنديشن بتاع الهيموجلوبين اي 1 سي كتارجت بتاعي ليس ذان 7%. وده ليه؟ مش لازم اوصل للور ليفلز ان عندي الريسك بتاع الهايبوغلايسيميا بيؤدي لسمباثيتك ادرينال اكتيفيشن بيؤدي لي الى هايبوكاليميا، وده بيخليني اكتر عرضه يحصل لي هيمودايناميك تشينجز بيزود الهارت ريت سيستوليك بلاد بريشر الكاردياك اوت بوت اي سي جي تشينجز بيزود الكيو تي انترفال ولقينا بيزود الاندوثيليال ديس فانكشن، فده بيؤدي الى مايوكارديال اسكيميا اند اريزمياس، وده البوستوليتد كوز اللي انا ليه ما وصلش للور تارجتس عن طريق الهايبوغلايسيميك دراجز. ودي ريكومنديشن بتاع اليوروبيان جايد لاينز از ريجاردز دايابيتس، التارجت بتاعي
تحت 7 الهيموجلوبين A1C سواء تايب 1 او تايب 2 بيزل بولس من الانسولين ريجيمين كومبايند ويز فريكوينت جلوكوز مونيتورنج از ريكومندد فور اوبتمايزنج جلوكوز كنترول ان تايب 1 دايابيتس والميتفورمين شود بي كونسيدرد اس فيرست لاين ثيرابي ان سبجكتس ويز تايب 2 دايابيتس فولوينج ايفالويشن للرينال فانكشن. الحاجه الثالثه بعد الجلايسيميك كنترول وبعد ما عملت لايف سايكل انترفنشن نيجي للبلاد بريشر كنترول. الهايبرتنشن بيأفكت ابروكسيميتلي 70% من الدايابيتك بيشنتس. الحاجه الثانيه ان لقينا اللورينج بلاد بريشر بيقلل اول كوز مورتاليتي والكارديو فاسكولار ايفنتس والكورونري ارت ديزيز ايفنتس والستروك والهارت فيلير والريتينوباثي ونيو او ووسنينج البومينوريا اند رينال فيلير. طب ايه التارجت المفروض اوصل له؟ جايد لاينز اتغيرت سواء كنديان جايد لاينز او يوروبيان جايد لاينز او امريكان جايد لاينز. الاول كان عندنا تارجت تحت 130 على 80، بعد كده رجعنا ل 140 على 85، بعد كده اخر جايد لاينز تحت 140 على 85 وممكن اوصل لتحت 130. ليه القصه ديت؟ فالور ذا بيتر. لقينا فالور ذا بيتر ده از اونلي ايفيدنت از ريجاردز ستروك ريتينوباثي اند البومينوريا. يعني لما بنزل بالبلاد بريشر من 140 ل 120 هاخد بنفيت على مستوى الستروك على مستوى الريتينوباثي على مستوى الالبومينوريا، لكن بواجه الجي كيرف as regards coronary heart disease events ما فيش اي benefit الا انا I go lower the better. فانا بنسجست اللي احنا نوصل لتحت 140 على 85 ده all patients، ولكن ال young patients multiple risk factors recent onset diabetes هنا بنريكومند اكتر تحت 130 على 85. بالنسبة لل elderly لازم target should be set higher aiming for less than 150 over 90 unless renal impairment is present. سريعا كده في اقل من دقيقه هنقول الستاديز اللي قالت لنا كده. بالنسبه للدايستوليك بلاد بريشر كان في عندنا هوت ستادي قارنت الدايستوليك جول ما بين less than 90 less than 85 less than 80، كان في significant lowering الام اي وستروك كارديو فاسكولار والمورتاليتي ريسك كومبوزيت اند بوينتس في the lower diastolic blood pressure. هي دي الاكورد ستادي، هي دي الاستادي اللي ادت اللي انا not to go lower. ليه؟ لان patient with type 2 diabetes with high cardiovascular risk targeting a systolic blood pressure of less than 120 as compared with less than 140 millimeter mercury did not reduce the rate of fatal and non-fatal major cardiovascular events without الكارديوفاسكولار انتي هايبرتنسيف سايد افكتس. كان عندي ماتش مور هاي بوتنشال ماتش مور رايز في السيرم كرياتين ويتش انتي هايبرتنسيف دراج. نمبر 1 طبعا الايس انهيبيتورز من خلال الهوب ستادي واليوروبا ستادي الاثنين بوس قللوا لي الريسك بتاع الكارديوفاسكولار ايفنتس والام اي والستروك. ده بالنسبه للايس انهيبيتور. رقم 2 الاي ار بيز محطوطين كفيرست لاين كمانجمنت من خلال اون تارجت ستادي قارنت لي ما بين التلميسرتان وجاميبريل. كان الاثنين ما فيش سيجنيفيكانت ديفرنس ما بينهم. ومن هنا ففيرست لاين انتي هايبرتنسيف دراج في الدايابيتيك بيشنت ايس انهيبيتور او الاي ار بيز. وات اباوت كومباينيشن ثيرابي؟ عندنا ثلاثة ستاديز. اول حاجه الادفانس ستادي بتريكومند البريندوبريل والانديبامايد فيرسس بلاسيبو. في عندي فيفربل reduction في الميكروفاسكولار وماكروفاسكولار ديزيز ان بوينتس. طيب الاسكوت بلاد بريشر لوورنج ارم في الدايابيتيك بيشنتس قارنت ما بين الاملوديبين مع البريندوبريل فيرسس البيتا بلوكرز مع الدايوريتكس. ولقينا الاملوديبين بريندوبريل كومبينيشن ييلدد ا سيجنيفيكانت ريدكشن في الكارديوفاسكولار اوتكمز. ثالث ستادي كانت الاكامبلش ستادي اللي قارنت ما بين الكومباينيشن ما بين الاملوديبين مع الايس انهيبيتور فيرسس الايس انهيبيتور مع الدايوريتكس، ولقت سوبيريوريتي از ريجاردز الارم بتاع الايس مع الكالسيوم شانل بلوكرز. يعني اول حاجه عندي كومباينيشن ما بين الايس انهيبيتور والدايوريتكس، كومباينيشن الثانيه ما بين الايس انهيبيتور والكالسيوم شانل بلوكرز، وقارنا ما بين الاثنين لقينا in favor of الايس والكالسيوم شانل بلوكرز احسن من الايس والدايوريتكس.
ودي ريكومنديشن بتاعت الجايد لاينز بس، ودي دي اخر واحده في 2016 ان تايب 1 دايابيتس. انا بريكومند بلاد بريشر تارجت تحت 130 على 80، ولكن تايب 2 دايابيتس بتارجت ليس ذان 140 اوفر 85، بات ا لوور تارجت اوف ليس ذان 130 اوفر 80 از ريكومندد ان سيلكتد بيشنتس. Younger patients at elevated risk of specific complications for additional gains. كلام واضح على الاستروك والريتينوباسي والالبومينوريا ريسك. وده ليه؟ لان بعض الجايد لاينز الجابانيز عندهم مشكله اكتر في الاستروك اكتر من الكورونري ارت ديزيز، فهم الريكومنديشن بتاعتهم lower blood pressure less than 130 over 80 في targeted a lower target عشان عندهم مشكله في الاستروك اكتر من الكورونري ارت ديزيز. نيجي للسؤال المهم بتاع الانتي بليتليت ثيرابي، هل اي عيان دايابيتك اديله اسبرين؟ عندي عيان عنده 30 سنه دايابيتك تايب 1 دايابيتس، هل اديله اسبرين ولا لا؟ الاجابه جت من الامريكان دايابيتس اسوسيشن اخر جايد لاينز، قالت وين تو كونسيدر جيفينج اسبرين ان تايب 1 او تايب 2 دايابيتكس ات انكريز كارديو فاسكولار ريسك اكتر من 10 يير ريسك اكتر من 10%. يعني قال لك اي عيان دايابيتك فوق سن 50 سنه وعنده اتليست 1 ميجور ريسك فاكتور ده هديله اسبرين. قد ايه هي الريسك فاكتورز؟ سواء هيستوري اوف بريماتور اثيروسكلروتيك كارديو فاسكولار ديزيز، عيان هايبر تنسيف، عيان سموكر ديسليبيديميا، او عنده البومينوريا بات نوت ات انكريزد ريسك اوف بليدنج. طيب ونوت ريكومندد فين؟ اي عيان دايابيتك وعنده لو كارديو فاسكولار ريسك. يعني مين؟ اي عيان دايابيتك تحت سن 50 سنه وما عندوش ريسك فاكتورز، وي دونت ريكومند تو جيف اسبرين. يعني اي عيان فوق سن 50 سنه وعنده ريسك فاكتور I can give him aspirin primary prevention. ولكن secondary prevention طبعا احنا عارفين طبعا في اي عيان diabetic atherosclerotic cardiovascular disease، اي عيان عنده aspirin allergy I can give him clopidogrel with dual antiplatelet therapy after occurrence of an acute coronary syndrome for 1 year. نيجي للدسليبيديميا. What are the recommendation of treatment of dyslipidemia؟ الأصل اللي أنا هدي أي عيان diabetic هديله statin therapy. أي عيان فوق 40 سنة هياخد statin. العيان الوحيد اللي مش هياخد statin هو العيان اللي تحت 40 سنة وما عندوش risk factors. أي عيان فوق 40 سنة هياخد statins. والعيان اللي عنده less than 40 years وعنده risk factor هياخد statins. العيان الوحيد اللي مش هياخد اللي هو تحت 40 سنه وما عندوش ريسك فاكتورز. ده جاي منين؟ من الامريكان جايد لاينز. اي عيان دايابيتك تايب 1 وتايب 2 وايج من 40 ل 75 هديله مودريت انتنسيتي statin، وكمان او لو عندي استيميتد كارديو فاسكولار ريسك هديله هاي انتنسيتي statins. بمعنى ايه؟ ده كلاس 1 ريكومنديشن وكلاس 2A ريكومنديشن. يعني اي عيان دايابيتك بيشنت وعنده هاي كارديوفاسكولار ريسك كده كده هياخد عندي هاي انتنسيتي ستاتين، ما عندوش هياخد مودريت انتنسيتي ستاتينز. وطبعا اي عيان عنده كلينيكال اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز من غير كلام هياخد هاي انتنسيتي ستاتينز. ايه هم الهاي انتنسيتي ستاتينز؟ اللي هم بيقلل ال دي ال كوليسترول باي مور ذان 50% من البيز لاين، سواء اتورفاستاتين من 40 ل 80 او روسوفاستاتين من 20 ل 40. المودريت انتنسيتي ستاتين بقيت بقى الستاتينز اتور من 10 ل 20، روسوفا من 5 ل 10، سينفا 20 ل 40، فلوفاستاتين 80 مللي جرام. كان في ديبيت حوالين ان الستاتين يوز بيزود الانسيدنس بتاع الديابيتس، ولكن في ميتا اناليس 13 راندمايز ستاتين ترايلز جابوا 255 عيان تبقى من مدة 4 سنين عندي حالة جديدة one additional case of diabetes، ولكن في نفس الوقت أنا جبت العيان واحد diabetes أنا منعت 5.4 vascular events among those 255 patients. بمعنى أن أنا بالنسبة لي كده كده ما خافش من أي incident diabetes في مع اليوز بتاع الستاتينز. ونفس الريكومنديشن جت في الـ European Guidelines بكل وضوح 2016
lipid lowering agents, principally statins, are recommended to reduce cardiovascular risk in all patients with type 2 or type 1 diabetes above the age of 40 years. وامتى استخدمها؟ below 40 years if at significantly elevated risk based على present بتاع microvascular complication او multiple risk factors. الفرق ما بين الامريكان واليوروبيان جايدلاينز ان اليوروبيان جايدلاينز still adopting a target تحت في الهاي very high risk patient تحت ال 70 واللور ريسك patient اللي هم يعتبروا high risk تحت ال 100 مللي جرام بير ديسيليتر. طب لو عندي عيان عنده هايبر ترايجليسيريديميا وين تو انيشيت دراج تريتمنت؟ في اليوروبيان جايد لاينز الجديده كان قبل كده فوق 500، لو ترايجليسيرايدز فوق 500 اي كان انيشيت تريتمنت فور هايبر ترايجليسيريديميا، لكن هو قال لك تو انيشيت ان هاي ريسك بيشنتس ويز ترايجليسيرايدز ابوف 200 مللي جرام بير ديسيليتر. طب اعالجهم بفايبريتس ولا ساتنس؟ الغريب قال لك لا هنبتدي بعلاج الستاتنس. May be considered as the first drug of choice for reducing cardiovascular disease risk in high risk individuals with hypertriglyceridemia. وامتى ادي فينوفايبريت لو failed statin therapy؟ كلام واضح، لو عندي عيان diabetic patient dyslipidemic عندي hypertriglyceridemia اعالجه بستاتنس مش فينوفايبريتس. ولقينا الكومبينيشن ثيرابي مع الفايبريتس بتزود الريسك بتاع المايوباسي especially the combination مع جيم فايبروزين. وممكن اكتب لو انا فيلد كنترول هايبر تريجليسيريديميا ممكن ابريسكرايب اوميجا 3 فاتي اسيدز. طب لو عندي عيان عنده لو اتش دي ال ايه ريكومنديشنز؟ برضه ستاتنز وفايبريت بيرفعوا لي الاتش دي ال with the similar magnitude and these drugs may be considered. The efficacy of fibrates to increase HDL cholesterol may be attenuated in people with type 2 diabetes. يعني بيقول لك كده كده هنستخدم statins. مقدرة الفايبريتس انها ترفع لي ال HDL في الدايابيتكس is much less attenuated فبقى خلاها similar لليوز بتاع الستاتنس. طبعا recommendation في الليبيد lowering agents في patient with acute coronary syndrome undergoing PCR لازم استخدم هاي دوز statin regardless للبيزلاين ليبيد بروفايل. الحاجه الثانيه لو ما قدرتش اوصل للتارجت بتاعي مع الفولو اب ممكن ازود ايزيتامايب كلاس 2 اي، لو ما قدرتش اوصل للتارجت بتاعي ممكن استخدم النيو دراجز بي سي اس كي 9 انهبيتورز بس ده كلاس 2 بي. كلام ثاني مهم جدا اللي انا قبل البي سي اي شو بيفور بي سي اي في الالكتيف بي سي اي او نون اس تي اليفيشن اكوت كورنري سندروم روتين شورت بري تريتمنت او لودنج للستاتنز كان بي يوزد از ريكومند. يعني عندي اي عيان داخل يعمل الكتيف بي سي اي او عنده نون اس تي اليفيشن اكوت كورنري سندروم لا اما ابتدي اعمل لودنج بهاي دوز ستاتنز قبل البي سي اي از هايلي ريكومندد. طب العيانين اللي عندهم مودريت تو سيفير coronary kidney disease هم اصلا at high او very high risk وممكن ولازم استخدم statins معاهم class 1 recommendation. خلصنا الماجنت بتاع الريسك فاكتورز سواء lifestyle modification, glycemic control, blood pressure control, antiplatelet therapy and lipid او and dyslipidemia. هنيجي للمانجمنت للpatient with established coronary artery disease. المشكله عندي في revascularization للبيشنت بتاع الدايابيتس ان الدايابيتس بيمثل 25% من الريفاسكولارايزد بيشنتس. التشالنجز اللي قدامي ديفيوز كورونري اثيروسكلروزز كومبلكس ليجن هاير ريسك اوف ريستينوزز هاير ريسك اوف سافنس فين جرافت اوكلوجن بعد الكابج. وعندي كمان مشكله كمان ماتش مور بروجريشن للاثيروسكلروزز بيعمل لي نيو ستينوز ماتش مور اوفر. كمان اي عيان داخل كابج او بي سي اي at higher risk for kidney injury than patient without diabetes. نفس recommendations بتاعت stable أو unstable angina في non-diabetic patient is valid. Beta blockers, ACE, statin, aspirin, P2Y12 inhibitors, glycemic control is recommended. نيجي للrevascularization strategy. هنقسم العيانين acute coronary syndrome وعيانين الكرونيك stable angina
وهنقول كل واحد ايه الريكومنديشن بتاعتنا. طبعا في الاستيمي ستيل عندي برضو البرايمري بي سي اي از ماتش بيتر ذان فايبرينوليتيك تريتمنت، وكمان owing to being at a higher absolute risk number need to treat for diabetic patients is much significant than non-diabetic. في العيانين الـ non-ST elevation acute coronary syndrome برضو I have to adopt an early invasive strategy، وده diabetes يمثل secondary indication for high risk patients and for invasive management. stable coronary artery disease هنجاوب على كذا سؤال، medical treatment ولا revascularization؟ لما هلجأ للريفاسكولاريزيشن هعمل كابج ولا بي سي اي؟ ولو هعمل بي سي اي باري ميتال ولا دراج اوتيك ستنس؟ ولو هعمل دراج اوتيك ستنس فيرست جينيريشن ولا سكند جينيريشن ولا ثيرد جينيريشن او فورث جينيريشن زي ما هنقول دلوقتي. اول ستادي يعني اتعملت في الدايابيتيك بيشنتس كان باري 2 دي ستادي. ستادي اتنشرت في 2009 قارنت بين بيشنتس مشوا على ميديكال تريتمنت كانوا نون اكوت كورونري سندروم ما عندهمش ليفت مين ديزيز، قارنت ما بين ميديكال ثيرابي وريفاسكولاريزيشن، وقارنت بين ايفنت فري سيرفايفل مورتاليتي، ما فيش اي مورتاليتي بينفيت كان ما بين التو جروبس بتاع سواء ريفاسكولاريزيشن او ميديكال ثيرابي. قال لك كمل على الميديكال ثيرابي، ما فيش اي مورتاليتي بينفيت. ولكن لاحظ حاجتين، اول حاجه 58 اوف ميديكال بيشنت وير نوت ريفاسكولاريز دورينج فولو اب، يعني عندي حوالي 42% من العيانين لجأنا يلو يحتاجوا ريفاسكولاريزيشن. ماتش مور بيشنت كانوا جالهم انستابل انجينا خلال فتره الفولو اب. الحاجه الثالثه قال لك طب هم استخدموا الدراج اوتيك ستنت كان من فيرست جينيريشن، فكل النقط دي كانت نيجاتيف بوينتس للاستادي ديت. طب حاولوا يحللوا يقسموا ريفاسكولاريزيشن جروب سواء عملوا بي سي اي ولا عملوا كابتش، لقوا حاجه غريبه جدا، no outcome difference between PCI and medical therapy. ولكن لما قسموهم شافوا مجموعة بتاعت الكابج عندهم more extensive coronary disease freedom from MACE way significantly higher with revascularization than with medical therapy. Survival however was not significantly different. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال PCI equal medical treatment ولكن الكابج كان احسن من ال PCI من medical treatment as regards composed endpoints، ولكن as regards mortality no benefit بالنسبة للكابج. طيب بعد كده أول استادي اتعملت بتقارن ما بين الكابج والبي سي اي راندوم فيرست راندمايز ترايل اتنشرت في 2012 قارنت ما بين البي سي اي والكابج، لقت الكومبوزد endpoints significantly better في الكابج، ولما عملوا اناليس للموتاليتي لوحدها لقوا الكابج ليه موتاليتي بينفيت عن البي سي اي، ودي ادت للديبيت. الاستادي الثانيه اللي اتعملت كانت سينتاكس ترايل، خدوا منها اناليس للدايابيتيك بيشنتس لوحدهم ادت الى نفس النتيجه، ولكن السينتاكس ترايل عملوا ستراتيفيكيشن للعيانين اكوردنج للسينتاكس سكور، ده سكور بيأسس الكومبلكس ليجن اناتومي، كان كذا بوينتس بيقسموهم عملوا ستراتيفيكيشن ليهم انتوا ثلاثة استراتا، سينتاكس اقل من 22، سينتاكس ما بين 23 ل 32، وسينتاكس اكتر من 33 ماتش مور كومبلكس اناتومي. ما فيش وخدوا ده مع نفذوا نفس السكور ده على الفريدم بوبيوليشن، قسموا العيانين برضو اكوردنج لسينتاكس سكور اقل من 22 ما بين 23 و 32 وفوق 33، نفس الكلام ما كانش فيه significant difference تحت ال 22 ولكن significant difference in favor of cabbage in patients with syntax score above 22. يعني عندي تحت 22 ال PCI equal ال cabbage، ولكن اكتر من 22 ال cabbage is much better than PCI. ومن هنا كان ده ملخص recommendation STEMI primary PCI non-STEMI early invasive stable patients، لإما لو عندي السكور بتاع السينتاكس تحت 22 البي سي اي از فيفربل عن الكابج او از الترناتيف تو كابج كلاس 2 اي ريكومنديشن، نيور جينيريشن دي اس ار ريكومندد في الكابج اي ريكومند بايلاترال ماميري ارتري جرافت شود بي كونسيدرد، والبيشنت على الميتفورمين هنا رينال فانكشن شود بي كيرفولي مونيتورد فور 2 تو 3 دايز افتر كورونري انجيوغرافي. طيب السؤال الثاني، لو هعمل بي سي اي دراج ولا بيرميتال ستنت؟
compared with bemarituzumab, drug looting showed a rate of target vessel revascularization but was lower significantly عن البيرميتاليسين. ولكن ما فيش ديفرنس في الدس ولا الام اي ولا ستنت فرومبوزز لاي دراج اونيك ستنت ان دايابيتيك بيشنتس. ما فيش فرق از ريجاردز مورتاليتي ولا ام اي ما بين الدراج فيرسز البيرميتال ستنت. بعد كده دخلنا للجنريشنز الثانيه بتاعت الدراج اونيك ستنت. هل السكند جنريشن